أكدت المملكة العربية السعودية تضامنها مع الشعب اللبناني، وفي نفس الوقت تمسكها بشروط تقديم المساعدات للبنان التي تعتمد على قيام أي حكومة حالية أو مستقبلية بإصلاحات جادة وملموسة. البيان صدر عن اجتماع أجراه مجلس الوزراء السعودي عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجاء فيه: تجدد المملكة التضامن مع الشعب اللبناني في أوقات الأزمات والتحديات، لكن أي مساعدة تقدم إلى الحكومة اللبنانية تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتجنب الآليات التي تمكن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان. مركز الملك سلمان للإغاثة، حبينا نجيبكم هذا الكادو كسوة الشتاء. ويعيش لبنان اليوم أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث يعاني من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة وانقطاع الأدوية وإغلاق بعض المطاحن وسلسلة طويلة من الويلات على كافة الصعد، إلى جانب انهيار الليرة المستمر. ثم جاء الدور على قطاع الإنترنت. نحن في لبنان وتقريبا في كل يوم يتعمق انهيار أحد. من ناحية أخرى، نوه الاجتماع بحصول المملكة على المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً على مستوى الدول الكبرى المانحة للمساعدات الإنسانية وتصدرها أكبر الداعمين لليمن، وفق ما أظهرته بيانات منصة التتبع المالي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة FTS. المساعدات الإنسانية وتصدرها أكبر الداعمين لليمن وفق ما أظهرته بيانات منصة تتبع المالي. مجلس الوزراء السعودي أكد أيضاً حرص المملكة على رعاية المبادرات المعززة للتعايش السلمي والحوار الحضاري في العالمين العربي والإسلامي والعالم أجمع، وذلك في سياق تطرقه إلى ملتقى المرجعيات العراقية الذي يعقد في مكة المكرمة بدعوة من رابطة العالم الإسلامي. هدي الإسلام الرفيع في جملة صحب أجل بعضهم بعضا. كما تناول المجلس أيضا نتائج مشاركة المملكة في اجتماعات دول مجموعة 20 المنعقدة في إيطاليا، وما اشتملت عليه من إبراز دور التحول التقني والرقمي ومسيرة الابتكار في المملكة أمام اقتصادات العالم الكبرى.